مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل كوبي وبيست، وايه الفرق بين بيست وبيست شورت كات وديليت وشيفت ديليت. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه النهاردة. اول حاجة، انا عندي مثلا اي دوكيمنت، اي فايل، اي حاجة عايز اعمل لها كوبي. انا هنقول مثلا انا عايز اعمل كوبي تكست داوت، اوكي، هعمل رايت كليك واختار كوبي. اوكي، كوبي اللي هي طباعة، يعني نسخ، هاخد نسخة منه، تمام. فادوس على كوبي، هاجي على اي مكان انا عايز اروح للسي، عايز اروح للدي، عايز اطبع على يو اس بي، اي مكان انت عايز تطبع عليه هتروح على المكان اللي انت عايز تطبع عليه. نفترض مثلا انا عايز احطه جوه تيست ده، وهعمل رايت كليك وهختار بيست، تمام كده، اللي هي بالعربي هتبقى لاسك، زي ما احنا اتفقنا. بقول حاجات بالمسميات العربي عشان لو الناس تتعلمها لو انت عربي، وده برضو قلت قبل كده انه غلط في الفيديوهات اللي قبل كده. لو نلاحظ في هنا نيو تكست، ولما نرجع في هنا نيو تكست، كده بقى عندي اتنين، الاتنين دول منفصلين. بمعنى انا فتحت ده هعمل عليه تيست 1، اوكي، او خلينا اهو كده تيست 1، تمام، وهسيف، اوكي. هاجي هنا ده فاضي، دول منفصلين ببعض، فكده اي حاجه عايز اعملها كوبي باخد كوبي وبيست. طيب خليني اعمل ديليت لده، تمام. طيب دلوقتي انا عملت رايت كليك وعملت كوبي، ايه الفرق هنا بين بيست وبيست شورت كات؟ هقول لكم ايه الفرق. دلوقتي انا عملت بيست شورت كات، لو نلاحظ، خليني اعمل لكم الايقونه اكبر شويه، اوكي. لو نلاحظ هنا بقى في سهم، بصوا لما اجي هعمل بيست عادي، شايفين الفرق؟ دي عاديه وهنا في سهم. السهم ده معناها ان دي مش منفرده، يعني دي مستقله بذاتها، دي لوحدها والاولانيه لوحدها زي ما احنا قلنا. طيب البيست شورت كات بقى، الشورت كات ده عباره عن لينك، يعني مثلا انا حاطط دي جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر، مش هقعد كل شويه عشان افتحها كل مره اقعد اخش كل الفولدرات دي كلها، لا، بقوم عامل لها كوبي، ومثلا جاي على الديسكتوب عندك او في مكان خارجي مطرح ما انت حابب، واعمل لها بيست شورت كات. هي عباره ده كانه لينك بيربط بالفايل الاساسي. بمعنى هور الاول عشان تتاكدوا، بصوا لما اجي هنا دي فيها تيست 1، تمام، وهاجي هنا دي فيها تيست 1. طب انا غيرت 1 دي، عملتها 2 وعملت سيف، تمام. هاجي هنا هفتح دي، بصوا اتغيرت بقت 2. طب لو هاجي هنا هعملها 3 وهسيف من الشورت كات نفسه، هرجع بره، بصوا اتغيرت، يعني الاتنين دول واحد، يعني اللي بره فولدر تيست اللي هي نيو تكست العادية، واللي جوه دي الاتنين دول واحد، مرتبطين ببعض. اي تغيير هنا هيسمع هنا، اي تغيير هنا هيسمع هنا، يعني الاتنين واحد، فهمتوا؟ انما البيست العادية هي لما افتحها، بصوا هي لسه زي ما هي تيست 1 ما اتغيرتش، انما لما افتح دي بصوا تيست 3 اتغيرت، فهمنا؟ يبقى بيست بس ان انا باخد نسخه من الحاجه، وكل نسخه مستقله بذاتها منفرده، انما بيست شورت كات معناه ان الاثنين واحد، كلهم مرتبطين ببعض، اللي هيتغير هنا هيتغير هنا، واللي هيتغير هنا هيتغير هنا، تمام. اوكي، طيب دلوقتي انا عرفت اعمل ازاي كوبي وازاي اعمل بيست وبيست شورت كات. طيب خلينا نمسح دول. طب لو انا عايز اعمل كات، بمعنى يعني انا دي عايز اشيلها خالص، عايز اشيلها من هنا، اوكي، وعايز احطها جوه تيست، ما تبقاش موجوده بره زي كده، هقوم عامل هنا اختار كات. كات دي يعني بتشيلها من مكان وتحطها لمكان، يعني مثلا انت عندك طفايه، اوكي، فعلى مكتب، عايز واحده في الصاله واحده في المكتب، فكوبي ان انت بتحط واحده في الصاله واحده في المكتب، انما كات انت بتاخدها من المكتب وتحطها في الصاله، فهمتوا؟ لو تلاحظوا حتى، خلينا اكبر لكم ده كمان، بصوا ما عملت لها كات بقت شفافه ازاي. خليني الاول ايه اغيرها، بصوا كده واضحه، لما تعمل كات الحاجه هتلاقيها بقت شفافه، بصوا كات بقت بهتانه كده. هخش هنا هعمل بيست، بصوا هي موجوده هنا، بصوا اما اطلع بره ما بقتش موجوده هنا، شلتها من هنا حطيتها هنا، اوكي. طيب لو نلاحظ اما بعمل كات من هنا، اوكي، بصوا بيست شورت كات ديت مش متاحه اصلا، ليه؟ لان مفيش حاجه تتربط بحاجه، انت بتنقل الاساس نفسه، بتنقله مش بتاخد نسخه منه او بتربطه مع نسخه تانية، لا ده انت بتنقله كامل، فعشان كده بيست شورت كات مش موجوده. وادي هنا بيست، يبقى كده اوكي، تمام، عرفنا كده الكوبي والبيست والبيست شورت كات والكات. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ديليت او عايز اعمل شيفت ديليت، حد يقول لك اعمل شيفت ديليت، ايه الشيفت ديليت دي؟
تمام. خلينا نظهر الكيبورد على السكرين عشان تبقوا عارفين. بصوا يا جماعه، لما باجي انا اعمل لدي واختار رايت كليك، خلينا نبعد دي كده. اوكي ثانيه، احنا اختار رايت كليك تمام وادوس على ديليت. اوكي بصوا اتمسحت. بصوا هنا رسائل البن، لو تلاحظوا بصوا بقى في شكلها في ورق اهو. لما افتح رسائل البن في ورق. طب ايه رسائل البن دي؟ انا عرفتها في فيديو قبل كده، عرفت كل ايقونات الويندوز هتلاقوها فيه، ارجع للفيديو تمام. طيب فانا دلوقتي اوكي انا اقدر ارجعها من رسائل البن، يعني هقولها على السريع برضه. رسائل البن دي عباره عن باسكت، سله المهملات اللي عندك في المكتب او في الاوضه، فلما ترمي ورقه فيها سهل ترجعها. يعني انا الورقه دي مهمه خلاص عاملها ريستور، بصوا اتشالت من هنا رجعت مكانها. طيب لو انا جيت هنا فمعنى يعني اوكي معنى كده ان ديليت ان انت بترميها في سله المهملات عندك تقدر ترجعها، انما لما اجي هنا واعمل شيفت من على الكيبورد وبعدين اعمل رايت كليك وديليت او اختار ديليت من على الكيبورد، بصوا لو تلاحظوا هنا الشكل اختلف عليه علامه اكس وبيقول لك ان انت متاكد انك عايز تمسحها نهائيا، يعني مش هتقدر ترجعها تاني. يعني معناها ان الورقه دي انت رميتها من الشباك كده، اترمت خالص مش هتقدر ترجع تاني. بقول له اه تمام. لو تلاحظوا هنا بصوا هنا بصوا رسايكل بن مش موجوده اصلا، مفيش. فمعنى كده ان ال... ان ان, إن مفيش حاجه موجوده ومفيش حاجه ينفع ترجعها تمام. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الكوبي والبيست والبيست شورت كات والديليت والشيفت ديليت وكل ده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا منه. هعمل ان شاء الله في فيديو جاي هعمله على كل رايت كليك، كل الاوبشنات دي معناها ايه. تابعوني على القناه ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عليها. ولو انت اول مره تخش القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتختار كل عشان يجي لك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه واشوفكم في فيديو تعليمي جديد ان شاء الله. سلام، باي باي.